نظمت جمعية منتجي الحوامض بالمغرب بشراكة مع شركة SPC سابيل الموزعة للأسمدة والمواد الكيماوية وجمعية أجروتيك لقاء تواصليا بمدينة شيشاوة في موضوع التطبيقات الرقمية في الميدان الفلاحي والأسمدة الجديدة المساهمة في تحسين الإنتاجية واقتصاد الماء. استهل اللقاء بكلمة افتتاحية لرئيس جمعية منتجي الحوامض بالمغرب السيد عبد الله جريد الذي تطرق إلى المحاور الكبرى متوقفا عند إشكالية الماء وتدبيره والتي تعد هي إشكالية حقيقية، وهذا لا يمنع التفكير في آليات جديدة لتدبير ما هو متوفر من الماء وفق الرؤية الاستراتيجية الجديدة لصاحب الجلالة. هو يوم تواصلي تحسيسي يأتي أساسا لتدبير الشأن المائي واقتصاد الماء في المجال الفلاحي من خلال تجارب عديدة سابقة وخاصة في منطقة سوس واللي كان عرضوها في مناطق أخرى، سواء عرضناها في بركان، عرضناها في منطقة الغرب، عرضناها في منطقة نيملان، واليوم عندنا تجربة ديال المحطات هنا في منطقة شيشاوة غادي نتكلموا عليها أيضا باش نحاولوا نوسعوا هذه الدائرة ديال هاد المحطات المناخية اللي كتساهم في اقتصاد الماء واللي كتساهم إذا دبرت بطريقة جيدة في اقتصاد حوالي 2000 إلى 3000 متر مكعب للهكتار سنويا. وإلا عرفنا الحصيلة الأرقام اللي عندنا في المغرب اليوم ديال الحوامض اللي هي تقارب ما يفوق 100,000، وإلا ضربنا في هذا الاقتصاد راه يعني كنحصلوا واحد السدود جوفية على المستوى الوطني وكنساهموا في التنمية المستدامة. لقد حظي هذا اللقاء بعروض مختلفة تهم أساسا التطبيقات الرقمية في الميدان الفلاحي من أجل الاقتصاد في الماء، حيث وتر العرض عدة نقاط مفصلية أهمها مسألة السقي المعقلن وتدبير المستدام للموارد المائية خاصة في جهة سوس ماسة. وقد اقتضت هذه العملية التفكير في برنامج أجروتيك للسقي الذكي عبر استعمال شبكة أجروتيك الجهوية للمحطات المناخية، وأيضا تنمية وتثمين المنتجات المحلية بدعم ومواكبة المنتجين في إطار الاقتصاد الأخضر. واحد العدد ديال المؤسسات أخرين هادو كلهم كلفوا جمعية أجروتيك باش هي تحاول تلقى واحد الطريقة ناجعة فيما يخص اقتصاد الماء، وطورت منذ 2008 واحد شبكة كبيرة ديال المحطات المناخية، 30 محطة في المنطقة ديال سوس ماسة اللي كتعطي 96 معطى في اليوم، وعلى أساس هاد المعطيات كاين واحد الخوارزمية الألغوريتم اللي كيحلل هاد المعطيات كاملة وكتعطينا ما نسميه بليفابو ترانسبيراسيون دو ريفيرانس اللي كنبعثوها للفلاح يوميا، واللي على أساسها كيحسب شحال المنتوج ديالو خصو ديال الماء في النهار، وبالتالي كيتم واحد الاقتصاد كبير ديال المياه اللي كتوفر من الفرشة المائية أو السطحية. وبهذا المشروع هذا كان تمكنوا باش بالنسبة للحوامض مثلا اللي كنخدموا معاهم كثير تقريبا 20,000 هكتار باش نقتصدوا 2500 متر مكعب في الهكتار في السنة، ومن جهة أخرى كاين اقتصاد ديال الطاقة. لقد اعتنى المختصون بشركة SPC سابيل في مجال الأسمدة الجديدة المساهمة في الإنتاجية واقتصاد الماء ببعض أدوات الرأي التي تضمن إنتاج منتظم من خلال تحويل السقي التقليدي لسقي بالتنقيط وتعويض البصمة المائية ومعالجة مياه الصرف الصحي. SPC سابيل اليوم عندها مواد اللي كتعاون الفلاح باش يحسن الإنتاجية ديالو، يعني من باب الفعالية لا في السقي اللي كيقول السقي كيقول التسميد، يعني المواد اللي كنقترحوها اليوم بينات الفعالية ديالها وبغينا نشاركوها مع الفلاحة ديال المنطقة ونساعدهم باش يحسنوا الإنتاجية ديالهم. فالمتغيرات المناخية تفرض التحكم في ارتفاع درجات الحرارة وعقلنة السقي، لهذا لدى المنتج عدة أدوات للتحكم في الرطوبة وقياس توتر التربة، منها قياس درجات هذا الضغط من أنظمة استشعارية، مما يجعل صلة بالجهد الذي يبذله النبات مستمرة وقريبة، وهو جهد يتيح لأرض الفلاح درجات امتصاص الماء والأسمدة على حد سواء. معطيات مهمة يتيحها هذا البرنامج، وذلك بتحليلها وإمكانية تكييف الجرعات وترددات الري وفقا لأنواع التربة المختلفة.